السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تلاميذ وتلميذات الصف السادس الابتدائي، عودة مع درس جديد. درسنا اليوم بعنوان النعت. تمام، ما المقصود بالنعت؟ يعني إيه نعت؟ نعت يا شباب يعني اسم بيصف ما قبله، ويسمى ما قبله المنعوت. يعني إيه منعوت؟ المنعوت يا أولاد هو الموصوف، يعني الحاجة اللي أنا بوصفها اسمها إيه؟ اسمها منعوت، يعني موصوف. طيب يبقى احنا كده فهمنا يعني ايه كلمة نعت. نعت عبارة عن صفة، اسم بيصف ما قبله، بيوصف الحاجة اللي قبله. تمام، والحاجة اللي قبله دي اللي جنبه على طول، دي قبله على طول، قاعدة جنبه على طول، دي اسمها منعوت. طيب النعت ده ايه حكايته؟ تعالوا نشوف مع بعض. يلا، النعت يا ولاد من باب في النحو اسمه التوابع، تابع جاي من كلمة تابع، يعني ما ينفعش يمشي لوحده، لازم يمشي مع اللي قبله، بيخاف، ما ينفعش، هو صغير كده شوية فبيقلد اللي قبله على طول، قاعد جنبه ملازم ليه، ما بيبعدش عنه ومش بيفرقه، زي الظل بالظبط كده، زي خيالك تفضل ماشي وهو ماشي معاك، هو بيبقى تابع للي قاعد قبله على طول. تمام، اللي احنا قلنا عليه من شوية ايه؟ لو مين شاطر يفتكر معايا احنا قلنا ايه اسمه ايه اللي قبله؟ المنعوت. يبقى النعت لازم يمشي مع اللي قبله، ما بيفارقهوش، اسمه ايه اللي قبله؟ المنعوت، وهو اسمه ايه؟ النعت، اللي هي الصفة بتاعتي. طيب يبقى النعت بيقلد اللي قبله في اربع حاجات. تعالوا نشوف الاربع حاجات دول هما ايه. يلا يا شباب كده معايا، قال لي بيتطابق النعت مع المنعوت، يعني بيقلد النعت المنعوت في اربع حاجات. ايه هما الاربع حاجات؟ اول حاجه شباب، بيقلدوا في التعريف والتنكير، يعني لو اللي قبله معرف يجي هو كمان معرف، طب اللي قبله نكره بيجي هو كمان نكره. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني لو المنعوت اللي هو قاعد قبل النعت، قبل الصفه بتاعتي دي، جاي نكره ما فيهوش قل، هو كمان بيكون نكره من غير قل. طب ولو اللي قبله معرفه فيها قل، بيكون هو كمان فيه ايه؟ قال. برافو عليكم، شاطرين مصحصحين معايا. طيب يا شباب، دي اول حاجه، اول شرط عندي عشان اقدر اقول ان الكلمه دي فعلا نعت، لانها قلدت الكلمه اللي قبلها في التعريف والتنكير. في التعريف، برافو، والتنكير، عرفنا تعريف وتنكير يعني الالف واللام، لو ما قبلها معرف بالف ولام يبقى هي كمان معرفه بالف ولام، لو اللي قبلها مش معرفه بالف ولام هي كمان ما بتبقاش معرفه بالف ولام. طيب تاني شرط عندي علشان اقدر اقرر ان الكلمة دي نعت، التذكير والتأنيث. يعني لو الكلمة اللي هي المنعوت بتاعي اللي قاعد قبل النعت مذكر، هيكون النعت بتاعي اوتوماتيك كده مذكر. طيب لو المنعوت مؤنث، هيكون النعت كمان هو كمان ايه؟ مؤنث. طيب برافو عليكم. طيب تالت شرط عندي، العدد يا شباب، لو هو مفرد، المنعوت مفرد، هيكون النعت بتاعي مفرد. تمام، طيب لو المنعوت مثنى، هيكون النعت بتاعي كمان هو كمان ايه؟ مثنى. طب لو المنعوت جمع، هيكون النعت بتاعي جمع. يبقى ده تالت شرط. طب رابع شرط عندي عشان اقدر اقرر الكلمة دي نعت، الحركة الاعرابية. إذا كان المنعوت مرفوع، يعني إعرابه في القطعة بتاعت النحو بتاعتي مرفوع بكذا، يبقى كمان النعت بتاعه هيقلده في الحركة الإعرابية وهيكون مرفوع. طب لو المنعوت منصوب، هيكون النعت بتاعي منصوب. طب لو المنعوت مجرور، هيكون النعت بتاعي يا شباب مجرور. برافو عليكم. يبقى أنا عندي أربع شروط عشان أقدر أقرر إن الكلمة دي نعت. ايه هي الاربع شروط؟ التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث، العدد، الحركة الاعرابية. تمام يا شباب، وعرفنا كل واحدة المقصود بها ايه. طيب تعالوا نشوف مثال كده مع بعض، يلا بينا. المثال بتاعنا بيقول الطالب المجتهد نشيط. عندي الطالب هنا يا ولاد، طالما الجملة بتاعتي بدأت باسم تبقى جملة اسمية، بتتكون من ايه الجملة الاسمية؟ مبتدأ وخبر. كلمة الطالب دي انا عارف ان هي ايه؟ مبتدأ. تمام، لو جينا نعربها هنقول عليها مبتدأ. طيب المجتهد هقول عليها ايه؟ خبر.
لا ما نقدرش نقول عليها انها الخبر. ليه بقى يا شباب؟ لان احنا قلنا قبل كده ان الخبر هو الجزء اللي بيكمل المعنى، اللي بيتم معنى الجملة، بيديني الجملة مفيدة. انا ما اقولك الطالب المجتهد ماله يعني؟ ها ايه المعلومة الجديدة اللي انت اضفتيها؟ يعني ماله المجتهد ده؟ طب يبقى كلمة المجتهد ديت مش هي الخبر بتاعي. طيب امال كلمة المجتهد دي ايه؟ تعالوا نشوف كده ونحط الشروط اللي احنا قلناها، نطبق كده الشروط بتاعتها ونشوف اللي تكون هي النعت. عندي كلمة الطالب دي المبتدأ معرفة بقل. يا مس جهاد معرفة بقل. طيب والمجتهد معرفة بقل، ادي ده اول شرط. طب ما شبه بعض كده. لا استنى شوية شوية كده نصبر ونشوف بقية الشروط. تاني شرط عندي ان دي جاية ايه، الطالب ده مفرد ولا جمع ولا ايه؟ مفرد، برافو. طب المجتهد مفرد، ادي تاني شرط اتحقق. طب تالت شرط عندي ها، الطالب ده مذكر ولا مؤنث؟ مذكر، برافو. طب المجتهد مذكر برضو، الله ده تالت شرط كمان اتحقق. طيب الطالب دي هتبقى ايه، مبتدأ مرفوع بالضمة. طيب المجتهد هيبقى ايه، برضو مرفوعة بالضمة، لان احنا يا ولاد قلنا ثلاث شروط اتحققوا، يبقى اوتوماتيك كده هيبقى كلمة الطالب عندي مبتدأ مرفوع بالضمة علامة رفعه الضم. طيب يبقى المجتهد ها نعت مرفوع وعلامة رفعه الضم. طيب يبقى كده احنا عرفنا ازاي بنقدر نطلع النعت. طيب تعالى كده نكمل بعض. يبقى اعراب الجملة بتاعتي كالآتي، الطالب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، المجتهد نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة، نشيط خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. صعب النعت يا شباب؟ تمام. طيب تعالوا كده نفتح كراسة الحصة بتاعتنا او نبص مع بعض كده على السمارت بتاعتنا ونشوف بموجز الدرس كده. يلا معايا، يلا شباب كده. يبقى القاعدة بتاعتنا بتقول ان النعت اسم يأتي ليوضح صفة الذي قبله، وما قبله يسمى منعوت. يجي السؤال على حتة المنعوت دي ازاي، يقول لك استخرج من العبارة السابقة نعت واذكر او بين منعوته او المنعوت. تمام، هطلع الكلمة اللي هي النعت بتاعي واطلع اللي قبلها منعوت. النعت يطابق المنعوت في كل شيء ويأخذ نفس الاعراب. تدريب، استخرج النعت ثم اعربه. هذا كتاب مفيد. فين النعت بتاعي؟ كلمة ايه؟ كلمة مفيد، برافو عليكم. تمام، لان كلمة كتاب خبر لكلمة هذا اسم الاشارة، وكلمة مفيد نعت هتكون نعت مرفوع وعلامة رفعه الايه؟ الضم. نشوف المثال التاني، المعلم النشيط محبوب. المعلم هنا مبتدأ، مين يطلع لي النعت؟ ها برافو، انا سامع ناس بتقول اهي النشيط، برافو. عرفناها ازاي؟ كلمة المعلم معرفة بقل، النشيط معرف بقل، المعلم مفرد، النشيط مفرد، المعلم مذكر، النشيط مذكر، المعلم هنا مبتدأ مرفوع، يبقى النشيط هنقول عليها ايه اعرابها بقى؟ يلا شباب، النشيط نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. تمام، حضر المتسابق الاخير. تمام، فين النعت هنا شباب؟ حضر ده فاعل، طب المتسابق فاعل، برافو. طب فين النعت بقى بتاعي؟ الاخير، برافو. ليه بقى؟ لان تحققت عليه الشروط او تطابقت عليه الشروط الاربعه، المتسابق معرفه بالف ولام، الاخير معرف بالف ولام، المتسابق مفرد، الاخير مفرد، المتسابق مذكر، الاخير مذكر. اذا يا اولاد هنقول ان كلمه الاخير ها نعت ماله مرفوع وعلامه رفعه الضمه. تمام يا شباب، اخر مثالين معانا يا شباب، سلمت على التلميذ المهذب. سلم فعل التاء تاء الفاعل على حرف جر، التلميذ ها اسم مجرور وعلامه جره الكسر. طيب المهذب ها هتبقى نعت، اللي قبله مجرور يبقى هو ايه؟ نعت مجرور وعلامه جره الايه؟ ها الكسر، برافو عليك. طيب قابل ابي الصديق المخلص. قابل فاعل، بعد الفعل بيجي ها فاعل، يبقى ابي فاعل، الصديق مفعول به. طيب المخلص، المخلص هنقول عليها نعت ماله بقى؟ برافو، سمع ناس بتقول لي منصوب يا مس جهاد لان ما قبلها مفعول به، والمفعول دائما ياتي منصوب. اذا كلمة المخلص هي نعت منصوب وعلامة نصبه الايه؟ الفتحة، برافو عليكم.
كده احنا اطمننا ان الدرس خلاص اتفهم. اتمنى يكون الشرح وافي، واشوفكم ان شاء الله في درس جديد باذن الله، والى لقاء اخر ان شاء الله في درس جديد باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.